كم تكبر الله وتذكر الله في هذه الأيام ممكن نشوف الناس شغلين صوت التكبير في الجمعية ولا في الأسواق نكبر معهم ويكبر الواحد منه وماشي ممكن في بيته قليل وخلاص يعني لو تجمع عدد دقائق التكبير من اليوم والليلة هل الواحد منا في اليوم في هذه الأيام يكبر ساعة كاملة والله تحاسب نفسك تقول لا والله ما يأتي ساعة إذا ماذا نفعل في هذه الأيام نحن ماذا نفعل علينا أن نراجع أنفسنا لكن شعار هذه الأيام هو تكبير الله جل جلاله شعار هذه الأيام كان ابن عمر وأبو هريرة رضي الله عنهما إذا دخلت العشر من ذي الحجة يكبران ويخرجان إلى السوق يكبران, يكبران يكبر الناس بتكبيرهما هذا التكبير المطلق في كل وقت التكبير هذا الإخوة له شأن عظيم وما أجمل أن تعطي هذا التكبير حقه تعرف قدره يعني انا اقول نصيحه انصح نفسي اولا واخواني واخواتي اننا نستغرق اوقاتا طويله في التكبير يعني لو واحد منا يجلس ساعه او نصف ساعه في خلوته يقفل الهاتف ويضع الصامت ما ينظر الى شيء ما ينشغل بشيء تقبل بقلبك على الله يريدون وجهه وتبدأ تكبر 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 الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد تفكر في كبرياء الله وعظمته الله أكبر يدك الجبل لعظمته الله أكبر الله أكبر حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجه منتهي إليه بصر من خلقه الله أكبر الله أكبر ما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه الله أكبر الله أكبر وسع كرسي السماوات والأرض الله أكبر ما السماوات السبع والأرضون السبع في الكرسي إلا كحلقة ملقاة في صحراء الله أكبر وفضل العرش على الكرسي كفضل الفلا على تلك الحلقة الله أكبر الله أكبر هو المعبود الأكبر لا أشرك به أحدا، الله أكبر لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، هو المحبوب الأعظم، ما يتعلق قلبي إلا بالله الأكبر، الله أكبر، الله أكبر من كل هم، من كل غم، من كل مشكلة، الله أكبر من كل شيء، الله أكبر من الدنيا من النساء من الشهوات من الاموال من العقارات من التجارات من المباريات من الموضات الله اكبر من كل شيء ما يتعلق قلبي الا بالله الله اكبر في سمعه لا تخفى عليه خافيه يعلم خائنه الاعين ما تخفي الصدور الله اكبر في علمه الله اكبر في حكمته الله اكبر في قدرته وعلى كل شيء قدير الله اكبر في مشيئته لا يخرج شيء عن مشيئته جل جلاله وما تشاءون الا ان يشاء الله رب العالمين الله اكبر في شريعته شريعته كلها حكمه ومصلحه لنا فاستسلم لشريعته الله اكبر في قضائه وقدره لا يقدر شيئا الا بحكمه ورحمه الله اكبر في رحمته وسع ربي كل شيء علما ربنا وسعت كل شيء رحمه وعلما الله اكبر الله اكبر ما تنتهي معاني التكبير الله اكبر وهكذا حتى لو ما قام في قلبك شيء والله تتلذذ بتكبير الله ممكن اول دقيقه دقيقتين تكبر بلسانك ما تشعر بشيء ثم تستغرق خمس دقائق عشر دقائق تشعر من الامر اختلف تشعر ان قلبك تعلق بالله اكثر الله اكبر الله اكبر تستغرق وقتا طويلا واذا بك تشعر بخشوع في قلبك هيبه في قلبك ربما تدمع عينك وانت تكبر الله تشعر بمحبه لله تشعر بانك ما تريد شيئا من الدنيا ما تريد ان تنشغل بشيء ولا ان تلتفت الى اهل ولا مال ولا ولد ولا شغل ولا شيء تريد ان تستغرق وقتك في التكبير الله اكبر ربما يكون هذا التكبير مغيرا لحياتك كلها رايت اذا اعطيت هذا التكبير حقا عظيما وقتا طويلا من يومك هذا عملك في هذه الايام هذا شعار هذه الايام ما تدري كم سيؤثر هذا في قلبك سيؤثر في خشوعك في صلاتك إذا قمت بعد ذلك في الصلاة قلت الله أكبر والله ستختلف تكبيرتك عن باقي التكبيرات في عمرك كله بسبب ماذا؟ بسبب صلاح قلبك بالتكبير في هذه الأيام استشعر به هيبة كان ابن تيمية أصحابه يقولون إذا قال في الصلاة الله أكبر قال تنخلع قلوبنا إذا صلينا وراءه قال الله أكبر الله الإخوة هذا التكبير سيغير حياتك سيغير صلاتك سيغير مراقبتك لله سيصلح حالك في وظيفتك ستراقب الله ما اجمل ان نختم العام بهذه الوقفه الايمانيه في هذه العشر هي جاءت في ختام العام وكانها الزاد لافتتاح العام الجديد بل افتتاح عمر جديد باذن الله